مساء الخير، نتكلم اليوم عن كيفية تداول الأماكن اللي تتواجد فيها السيولة. فرضاً أنه أنا عندي ترند صاعد، فبتبدأ تتكوني مناطق قمم وغيعان. ركزوا معي هنا أنه ترند عبارة عن قمم وغيعان على شكل ترند، فبتعمل لي بريك أوف ستركتشر. هذه المنطقة بتكون منطقة تجميع سيولة، واحدة من الأشكال اللي تتجمع فيها السيولة. بما أنه ترند صاعد، اللي مش عارف بيكون فاهم انه هذه المنطقة عبارة عن منطقة لانطلاقية الترند الصاعد، فهو بيدخل شراء في هذه المنطقة وهذه المنطقة في اي منطقة فيها قاع متكون على ممر الترند اللي موجود في هذه المنطقة. طبعا لو تلاحظوا انه بيعمل لي break of structure وهكذا. بعد ما يدخلوا المتداولين في هذه المناطق، مناطق شراء، طبعا هو الصح دخول مناطق شراء، ولكن قلنا احنا ما نستعجل، احنا ندخل بعد السيولة. الناس المستعجلين اللي دخلوا في هذه المنطقة بيتفاجئوا انه السوق بيعمل لي شوك. اول ما يعمل لي شوك بيكون ضرب علي الاستوبات الموجودة في هذه المنطقة، فبيرجع مرة ثانية وبيعمل لي منطقة طلب. طيب انا كمتداولة في السمارت ماني كونسبت كيف ادخل؟ اول بعد ما يعمل لي التشوك في هذه المنطقة انتظره حتى يعطيني منطقة عرض زي ما اعطاني هنا، وادخل على طول صفقة للبيع من هذه المنطقة، واستهدف منطقة الطلب اللي ما حصل لها اي تخفيف. يعني السوق تحرك من هنا وما رجع مرة ثانية عشان يخففها ابدا، فانا بستهدفها. بس حطوا في بالكم ان السوق كمان بيتحرك على شكل ترند هابط. بعد ما يوصل السوق إلى هذه المنطقة، أنا لي الحق إنه أدخل صفقة شراء، لأنه أساساً الترند العام هو ترند صاعد. فبنتظر السوق لحد ما يعمل لي أولاً break of structure، ركزوا، كسر لي آخر قمة متكونة في الترند الهابط break of structure، ويرجع يرتد مرة ثانية. أدخل من هذه المنطقة شراء واستهدف نفس المنطقة اللي دخلت منها، تكون هي منطقة أخذ الربح. فبكذا أنا أكون كسبت صفقتين، صفقة في البيع بعد تجميع السيولة، والصفقة الثانية لما وصلت إلى منطقة الطلب. بكذا أنا أكون عرفت مكان السيولة وعرفت وين أدخل. نفس الشيء بالنسبة للترند الهابط، عندي أنا هنا ترند هابط، فبيعمل لي قمة أدنى من القمة اللي قبلها، وبيعمل لي break of structure. هذه المنطقة منطقة تجميع للسيولة، يتم الدخول من هذه المناطق عملية بيع، فبيحصل انه بتضرب عليهم stop دائما في هذه المناطق، بيدخلوا صفقات بيع بهذه المناطق. فاللي بيحصل انه عندنا منطقة عرض ما وصل لها السوق ابدا، مش مخففة، فالسوق في البداية بيعمل لي شوك، بيضرب علي الاستوبات اللي موجودة هنا وبياخذ السيولة. طيب انا كمتداولة في السمارت ماني كونسبت بنتظر السوق لحد ما يعطيني منطقة طلب، وبدخل فيها صفقة هنا، بدخل صفقة شراء وبستهدف منطقة العرض اللي موجودة وما حصل لها اي تخفيف. السوق كمان بيوصل للسوق للمنطقة العرض على شكل ترند صاعد، نفس الشيء في هذه المنطقة. مجرد ما السوق يعطيني منطقة واضحة للدخول أنا بدخل مرة ثانية بيع. يعني لو حصل أنه أعطاني تشوك، بعدين بنتظر منطقة عرض وبدخل فيها منطقة شراء وبستهدف المكان اللي أنا دخلت منه، وبدخل هنا بيع في هذه المنطقة. بكذا أكون مشيت مع الحيتان، استهدفت السيولة وخففت منطقة العرض، دخلت صفقتين، صفقة شراء وصفقة بيع. نجي للأشكال الثانية زي الإيكوال لوز هايز، اللي هي القمم المتساوية أو القيعان المتساوية.
اللي هي نفسها بالتحليل الكلاسيكي بينقال عليها هنا مثلا الدبل توب وهنا الدبل بارم. تمام. الحين احنا عندنا الاختلاف بين عن الكلاسيكي في السمارت موني كونسيبت، انه الكلاسيكي بيعتبر هذه منطقة مقاومة، فبيدخل مجرد ما تتكون القمة الثانية فبيدخل شراء من هذه المنطقة. لكن احنا في السمارت موني كونسيبت احنا حيتان عارفين انه هذه المنطقة منطقة تجميع سيولة، نجمع السيولة ناخذها على المتداولين نخسرهم وبعدين ننطلق. تمام. يعني ننتظر ما نستعجل في الدخول. اللي بيحصل عادة في هذه الأشكال بنتفاجأ انه بعد ما تحرك السوق من منطقة المقاومة اللي موجودة هنا بيرجع السوق بيتحرك للأعلى، فبيضرب ستوب لأي شخص دخل بيع وكمان للأشخاص اللي عملوا باي ستوب قريبين من هذه المنطقة. بيرجع مرة ثانية بيتحرك بيعمل لي شوك، انتظره بس مجرد ما يعطيني منطقة عرض على طول أدخل بهذه المنطقة بيع واستهدف هذه المنطقة. نفس الشيء بالنسبة للقمم المتساوية في الأسفل، كلاسيكي يدخل بهذه الطريقة. تمام. وبيحط الستوب بهذه الطريقة. أنا السمارت ماني كونسبت لا، عندي طريق آخر، أضرب لحد ما يكسر ويأخذ كل الستوبات اللي موجودة هنا ويعطيني تشوك. مرة ثانية يعمل لي منطقة طلب، وهنا أنا بدخل عملية شراء. أنا أكون هنا أمنت لأن أخذت كل السيولة وانطلقت. هذا بما يخص الأشكال Smart Money Concept. ننتظر السيولة تتاخد وبعدين ندخل الصفقات. الآن بنوضح الموضوع على الشارت